السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى من قناة منى هاند ميد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مربع الجراني. طبعا احنا عملنا المربع ده قبل كده بس ده شكل مختلف. انا هشتغل النهاردة بخيط الكتان ومعايا ابرة رقم 4. تقدري تشتغلي بابرة رقم 5 بس انا اشتغلت بابرة رقم 4 لاني هشتغل بعد كده بخيط المكرمية. وطبعا محتاجة ابرة تمشي مع النوعين من الخيط اللي انا هستخدمهم. اول حاجة هعمل الدايرة السحرية وبعد كده هعمل 12 غرزة عمود بلفة جوه الدايرة السحرية. ده كده اول عمود وده تاني عمود. طبعا بسيب الدايرة مهوية شوية ولما اشتغل شوية في العمدان بتاعتي ابتدي اشد الدايرة، اشد الخيط وبعد كده اكمل بقية العمدان بتاعتي. طبعا هو العدد الامثل هو 12، ممكن نشتغل بيه 8 بس العدد الامثل 12. ولو احنا هنكبر المربع شوية هنزود عدد الغرز ولو هنقلله. وطبعا بيبقى دايما 4 صفوف او 5، وخصوصا لما نكون هنعمل بيه شنط او مفارش، يعني ده الحجم المظبوط بالنسبة له. فبالتالي لقينا ان اكتر عدد مناسب هو 12 غرزة عمود بلفة جوه الدايرة السحرية. هنشد الخيط شوية علشان نبتدي نحس بشكل الدايرة اللي احنا عملناها. طبعا شغل الكروشيه حلو جدا في خيط الكتان وخصوصا لما بيكون شنط او مفارش او خدديات او اي حاجة، ان خيط الكتان ممتع جدا في الشغل او خيط الخيش. هنا انا هقفل الدايرة بتاعتي. قبل ما بقفل الدايرة بكون مجهزة الخيط التاني اللي انا هشتغل بيه بعد كده، السطر التاني. يعني قبل ما اقفل الدايرة اخر غرزة فيها بكون مجهزة الخيط التاني وبجمعه مع بعضه. يعني انا باخد الخيط الجديد اللي هشتغل بيه بالابرة وبقفل بيه هو السطر الاخير لان ده اللي هيطلع معايا، يعني ابتدي بيه من غير ما يبقى الدايرة حلزونية زي ما كنا بنعملها قبل كده. لا انا عايزة ابتدي اللون الجديد بالخيط الجديد كأنه بدأ السطر بيه. بالنسبة بقى للخيط الزيادة اللي انا ربطت بيه دوت هخليه تحت الغرز دايما بحيث ان انا ما عودش اربط في المربع ويبقى شكله مش حلو. هبتدي بقى اعمل في كل فراغ 3 عمدان وهدخلهم كلهم مع بعض في لفة واحدة وبعد كده اعمل سلسلة وندخل في الفراغ اللي بعده ونطلع برضو ب3 عمدان بلفة. طبعا الخيط الزيادة دوت بيبقى صعب شوية في التحكم فيه وخصوصا لما بحطه تحت الغرز بتاعتي، بس طبعا دي اسلم طريقة عشان يبقى الفينش بتاعي نضيف وحلو. يبقى انا هعمل 12 في 12 فراغ 12 غرزة 3 عمدان بلفة. لازم العدد يبقى 12 لان انا في الاول عاملة 12 عمود بلفة في الدايرة السحرية بتاعتي. يعني بشتغل 3 عمدان بلفة واطلع منهم مع بعض بلفة واحدة زي غرزة البف، بس انا بطلع بعمل عمدان بلفة مش باخد الغرز كلها مع بعض. وطبعا ما ننساش بعد كل
غرزة بنعمل سلسلة علشان ما تبقاش ضيقة معايا وما تبقاش مرتاحة. هنا انا شلت الخيط الزيادة تماما، يعني اتلاشى تحت الغرز اللي انا عملتها عشان ما تبقاش النتيجة في الفينش مش حلوة ويبقى شكل المربع حلو. هفضل طبعا اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الدايرة، لان السطر اللي بعد كده هيبقى هنعمل فيه زوايا المربع. بنفس الطريقة قبل ما اقفل الدايرة اجيب الخيط التالت اللي انا هشتغل بيه او اللون التالت واقفل بيه هو الدايرة، وبعد كده اربط الخيط الجديد في الخيط القديم. كده كده الربطة مش هتبان، وهيبقى عندي هقص طبعا الخيط اللي انا خلاص مش هستخدمه، وهيبقى عندي نوعين خيط، اللي انا قصيتها والخيط الجديد، وهشتغل وهما الاتنين هيبقوا تحت الغرز اللي انا هعملها. في السطر دوت هنحدد زوايا المربع. في اول فراغ انا طبعا طالعه بعمود، ارتفعت 3 سلسلة وبعتبر ان ده العمود، وبعد كده بعمل عمودين تاني بلفة كده اول فراغ. بعد كده هعمل سلسلة، وفي الفراغ ده بقى هبتدي اعمل الفراغ التاني، هبتدي اعمل زاوية المربع بتاعي اللي هو عبارة عن 3 عمود بلفة، وبعد كده 3 سلاسل، وبعد كده 3 عمود بلفة، وبرضو بطلع منهم من ال3 عمدان مرة واحدة في لفة واحدة. يبقى كده انا عملت اول فراغ 3 عمود بلفة عادي، وبعد كده 3 عمود بلفة تاني في الفراغ التاني، بس دوت هيبقى هو زاوية المربع. اديني اهو بعمل ال3 سلاسل، وبعد كده في نفس الفراغ هعمل 3 عمود بلفة تاني، وطبعا معايا الخيط الزيادة بتاعي هيبقى تحت الغرز اللي انا بشتغلها. تقدري تحطي اي الوان، تقدري تحطي اي نوع، تستخدمي اي نوع خيط اللي يعجبك. انا طبعا دايما بستخدم بواقي الخيوط اللي عندي، سواء كتان او مكرمية زي اللي انا شغالة بيه دلوقتي، وممكن نوعين خيط، يعني الكتان والمكرمية ممكن جدا ان احنا نوظفهم مع بعض عادي. ادي كده زاوية المربع. هاجي بقى في الفراغ اللي بعديه هعمل 3 عمود بلفة. طبعا الخيط الزيادة اللي انا بحطه تحت الغرز بعد اول كام غرزة بيختفي تماما، بس انا بضمن اني ما قصيتش، وان الخيط ان هو ما يكرش، ويبقى كمان الشكل حلو وما يبقاش الخيط طالع كده من كل حتة. طبعا انا سايبة الخيط الكتان الاولاني اللي هو عملت بيه الدايرة السحرية وال12 عمود بلفة، سايباه زي ما هو، لان انا هعمل بيه اخر سطر في المربع، وهتعرفوا ازاي دلوقتي. هنعمل مع بعض اخر سطر. هنا بعد ما عملت الزاوية بتاعت المربع عملت غرزتين في الفراغين، عملت في كل فراغ 3 عمود بلفة، وفي الغرزة التالتة هعمل في الفراغ التالت هعمل 3 عمود بلفة، يعني 3 عمود بلفة وبعد كده سلسلة، وهنكرر ده تاني في الفراغ اللي بعده، وبعد كده هنعمل الزاوية بتاعة المربع. طبعا لو احنا هنعمل بطانيات او مفارش للسراير يستحب ان هي تكون قطن، او حتى كارديجان او بلوزة يستحب ان الخيط يكون قطن طبعا.
وهنا برضو هكرر نفس اللي انا عملته، لازم اعمل 4 زوايا علشان يطلع شكل المربع ل4 زوايا. وطبعا الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى عن طريقة تشبيك المربعات دي، وازاي نقدر نشبك شكل بحيث يطلع شنطة. وان شاء الله استنوني في الفيديو دوت، هنعرف ازاي نجمع شنطة بالمربعات، وان شاء الله تنال اعجابكم. حلو جدا ان احنا نجمع الوان ونبدع في اختيار الالوان، وكل الوان يعني بتدل على ذوق كل حد فينا. انا شخصيا بحط الالوان جنب بعض، اللي بحس ان انا مرتاح له وعجبني هو دوت اللي انا بركبه، وده بيرجع لذوق كل شخص. المهم ان الحاجة تطلع متقنة وشكلها حلو، وخصوصا لما بنكون تعبانين فيها وعاملينها بحب. ادي 3 زوايا في المربع، وهكرر نفس الكلام لغاية ما اعمل الزاوية الرابعة، وبعد كده هيجي علشان اقفل المربع. خدت بقى معايا قبل ما اقفله، وخدت الخيط الزيادة اللي هو خيط الكتان اللي انا كنت سايباه في البداية. وفي كل سلسلة هتقابلني هعمل غرزة حشو من غير تزايد، من غير اي حاجة خالص، لان ده اخر سطر وانا حابة اعمله بسيط وما يكونش بعمدان خالص. غرزة حشو عادية خالص في كل سلسلة هتقابلني. وطبعا هتاخد شكل المربع عادي جدا طالما ما ارتفعتش بيها او عملت بيها عمدين. طبعا الخيط بيبقى ناشف شوية، والمكرمية بيبقى خيط الكتان بيبقى ناشف شوية، والمكرمية بيبقى يعني سلس شوية في التعامل. بس النتيجة كانت عجباني جدا، وانا حبيت ما اشتريش خيوط، حبيت ان انا استخدم كل الخيوط اللي عندي. طبعا نظرا للظروف الحالية الناس كلها مش بتعرف تشتري، لو عندنا حاجة نحاول ان احنا نستخدمها. طبعا ده الشكل النهائي بتاع المربع اهو بعد ما خلصت خالص، وطبعا بنحاول ان احنا نريح شوية المربع عشان نشوف الشكل بتاعه. واذا كان الفيديو عجبكم استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم منى من قناة منى هاند ميد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.